شذا حسون، أنا عراقية لكن مو بالضرورة أغني عراقي بس. أنا عراقية صحيح، بس إنه مو ضروري إلا أغني عراقي. وماكو محبة بين نجوم العراق؟ كل خايف، كل ديغار، كل منافسة، كل ماكو هاي المحبة اللي اليوم دا نشوفها مثلاً في الوسط الفني اللبناني. نشاط فني كل كبير دا تعيش النجمة شذا حسون اللي صورت كليبين ببيروت الأسبوع الماضي، واحد لأغنية باللهجة المصرية والثاني عراقي. وبالكواليس تواجدنا وانطتنا شذا حسون شوية تفاصيل عن الأعمال المرتقبة. أغنية على ما أظن أغنية مصرية، لأول مرة أقدم عمل مصري. حبيت أركز شوية على الأغنية المصرية الفترة القادمة، لأنه كل هالسنوات ما عطيتها حقها حقيقة، مع أنه يعني عندي جمهور ودائما أطالب أنه أغني مصري. فبس يعني حبينا أقدم أكثر من عمل مصري، منهم هذا الأغنية على ما أظن هي أغنية جدا شبابية، جدا فرفوشة، جدا بها حياة وهضامة حلوة. يعني من نجاح النجاح ومن عمل العمل، شنو طموح شذا اليوم؟ بعد ما حققت بعد ما حققت الحقيقة، يعني أنه تعرفي إحنا شغلنا به دائما لازم يكون في أفكار جديدة، أكو أعمال جديدة، أكو دائما شغل شغل شغل. فتعرفي مرات الواحد يتعب يسوي بريك، بس ما عندنا وقت للبريك. يعني الفن لازم دائما تكون مثابر. قدمتي كل اللهجات يا شذا، ليش التنويع؟ مقصود هذا حتى تنتشرين بكل الوطن العربي؟ أنا ما عندي مشكلة باللهجات أو اللغات، يعني أنا أحب أقدم بكل اللهجات. غنيت عراقي، غنيت لبناني، غنيت مصري، اللي يهم هي الأغنية نفسها ونجاحها أكثر ما يكون بأي لهجة أو بأي لغة غنيتها. فأنا دا أشتغل على هذا الأساس. أنا عراقية صحيح، بس أنه مو ضروري إلا أغني عراقي. غنيت عراقي كثير وحغني عراقي، بس أنه الموسيقى هو عالم، يعني عرفتي اليوم أكو أغاني أجنبية حتى مو بلغة، حتى مو بالإنجليزي، حتى مو بالفرنسي أو مثلا اللهجات معروفة، بس موسيقتها وصلت لكل العالم، لكل الناس. فهذا اللي قاعدة أسويه ودا أشتغل عليه هالفترة والفترة القادمة. خطوة ذكية، والفنان مطلوب منه ينوع باللهجات ويغني لكل الناس. أنا ابتديت عرب بان، مش فقط عراق أو لبنان، أو يعني كل الوطن العربي يعرف شذا حسون من خلال برنامج ستار أكاديمي، من خلال الأعمال اللي قدمتها. فحب أظل على هذا المنوال اللي مشيت فيه، اللي ابتديت فيه. ما حابة يكون عندي تركيز ببلد معين. منو مثال شذا بالفن العربي؟ أكو أحد؟ بالوطن العربي ما عندي مثال هيدا، لأنه ستايلي ما حس يشبه أي أحد، سواء من النساء أو من الرجال. الباركور اللي أنا أو هذا اللي ابتديت فيه، واللي هذا أنا ابتديت، أو أول فنانة مثلا شابة فازت مثلا ستار أكاديمي يعني قدرت تكمل وقدرت تنجح، بعدين قدروا فنانين ثانيين يسوون هذا الشيء. فأحس يعني ما أشبه أحد ولا أحد يشبهني. هل حافظتي على نجاحك؟ ومنو اللي ينافسك؟ ما في، أنا ما شوفي، أنا ما أتقارن أو أقارن نفسي مع حدا. مثل ما قلت ابتديت بمنافسات مع فنانات عربيات، مو من حتى من جيلي. فما تركيزي على شخص، أنا تركيزي إنه على نفسي، دا أنافس نفسي، دا أشتغل على نفسي حتى أقدم منه قبلي منه بعدي، ما يهمني. أنا ماشي في طريق وحدي معين بتفكير بسياسة معينة دا أشتغل عليها، ما أتصور ثانيين دا يفكرون أو دا يمشون بنفس السياسة. صداقاتك بالوسط الفني كثيرة، لكن أغلبها مغربية، لبنانية ومصرية. ليش ماكو علاقات بينك وبين نجوم العراق؟ شوفي فنانين عراقيين احنا على قد الأصبع اليد الواحدة، يعني عرفتي ماكو هواية. لا، حاتم العراقي مثلا صديق، ماجد المهندس صديق قريب مني، بس احنا مو هواية، وكل واحد عايش بمكان، كل واحد عايش ببلد. انا بحكم عشتي في لبنان وقبل
لقائي فيهم في أكثر مهرجان لما كنت عايشة بلبنان، فتلاقين مثلا علاقتي مع الفنانين اللبنانيين أكبر وأكثر. ثاني شيء هنا الفنانين اللبنانيين متعودين في هواية، فبتعودين أنه يعني مثلا في أكثر من فنانة. هناك ابتديت أنا وصار في فنانات تانيين، بس الكل دي كل خايف، كل دي غار، كل منافسة، كل ماكو هاي المحبة اللي اليوم دا نشوفها مثلا في الوسط الفني اللبناني. صح كان في مناكشات، بس بنضل نشوف مثلا نانسي مع إليسا أو إليسا مع هيفا، فيها المحبة فيها أو الفنانين اللبنانيين عاصي مع وائل مع يجتمعون يحبون بعض. احنا لانه ماكو هوايه والكل يريد يوصل والكل يعتبر نفسه انه منافس للثاني، ان شاء الله هذا الشيء يمشي في الايام القادمه. منو من النجوم علاقتك بيهم زينه واكو تواصل دائم؟ والله في هوايه اكو، يعني كثير احبهم، احب نوال الزغبي، احب عاصي وزوجته كولات، ما اريد انسى احد، بس هوايه والله، يعني ملحم زين، فارس، كلهم احبهم، مروان خوري. ايه الله يديم الوفق يا شذا. تحذيراتك الجديده شنو هي؟ عندي تصوير في دبي لاغاني خليجيه من الالبوم، وان شاء الله عندي تور في امريكا بعد العيد بالضبط، يعني بدي اشتغل على اكثر من بروجكت. كل التوفيق، وراح نكون وياك دائما بكل جديد.